السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كلها كم يوم وداخلين على العيد، والكحك والبسكوت مال البلد دفى. كل سنة وانتم طيبين، بس طبعا عارفين ايه اللي مستنينا بعد العيد؟ امتحانات. الدفعات كلها وراها امتحانات، دفعات كتير قوي، بس في دفعة كده الله يكون في عونهم صراحة، الثانوية العامة. وحش الثانوية العامة. أنا كنت طالبة ثانوية عامة السنة اللي فاتت، أنا ودفعتي سنة ما عدتش على حد قبل كده، ما جرتش، جرت عليا أنا ودفعتي، عشناها من أولها لآخرها تعب تعب، بس تعب أعصاب وتعب نفسي وتعب حتى من الناس اللي حوالينا، من الضغط اللي كنا شايفينه. لمجرد انك طالب ثانوية عامة فانت مضغوط، حتى لو ما تعرفش المنهج بيقول ايه، وعلى الله حكايتك. انت طالب ثانوية عامة يبقى انت مضغوط. سنة بكل المقاييس كانت متعبة، كنا دفعة جديدة مش عارفين احنا داخلين على ايه، وتجارب ومنظومة جديدة، بس الحمد لله ادينا عدينا منها الحمد لله. شوير ودروس ومصاريف رايحة جاية في السكة، وسهرنا ليالي للصباح لا ننام، وضغط ثانوية عامة يعني ضغط، ضغط أكتر حتى من المناهج، بس الحمد لله إيه عدت. كلامي دلوقتي اللي في ثانوية عامة دفعة 2022، حقكوا عليه، احنا اللي جبنا لكم الغام، احنا أول دفعة في المنظومة الجديدة، منظومة ما نعرفش عنها حاجة، دخلنا كده على الله، انتوا جيتوا بعدنا وشربتوها، معلش هنعمل ايه؟ ربنا يوفقكم، بس ما تسمعوش كلام اللي يقولكوا انضغطوا عشان تستريحوا بعدين، انتوا لازم تكونوا مختلفين وتعدوا، انتوا لازم تتعبوا، لا مش لازم تتعبوا، انتوا تعملوا قدراتكم بس، قدراتكم اللي ربنا قدركم عليها بكل هدوء وراحة نفسية، مش لازم ضغط، مش لازم تعب، مش لازم نصوت ونتعب ونعيا، ما ينفعش، مش هنقدر نكمل بعد كده. العبرة مش بكليات القمة، وما استناناش 4 سنين عشان نعرف ده، العبرة باللي انت هتعمله بعد كده، باللي انت شايفه في نفسك. ما خدتش حقك، ما كانش حقك، ما خدتش اللي انت عاوزه، ما كانش ليك، ربنا قالك هو ده نصيبك، رضيت بيه اهلا وسهلا، ما رضيتش بيه برضه هيبقى نصيبك، مش هتعرف تغيره. انا دخلت كلية تربية ما كانتش عجباني، مش عايزاه، مش ده مكاني اللي انا عاوزاه، مش ده اللي انا كنت مستنياه، بس الحمد لله. هعمل ايه؟ عرفت بعد كده، عرفت بعد كده ربنا حاططني هنا ليه. يمكن لسه ما تأكدتش ولسه ما وصلتش لهدفي، بس اكيد هوصل، بتعبي هوصل، بتعبي برضو اللي ربنا قدرني عليه من غير اي ضغط نفسي. يا طالب ثانوية عامة ما تضغطش نفسك وابدأ دلوقت، هلو هتبدأ دلوقت ابدأ صفحة جديدة على نظافة، ابدأها مع ربنا ومع نفسك، ابدأها بالراحة وبتركيز، وانت ان شاء الله هتوصل، هتوصل اللي ربنا عايزه، وهيبقى في يوم اللي انت عايزه. يمكن ما تعرفش ده دلوقت، هتعرفه بعدين، هتعرف حكمة ربنا في اللي انت فيه بعدين، بس الاهم انك تكون راضي بقضاء ربنا. العبرة مش في اللي حصل في ثانوية عامة، العبرة في اللي جاي، في اللي بعد ثانوية. العبرة مش في اللي حصل في ثانوية عامة، العبرة في اللي جاي، في اللي بعد ثانوية عامة. ثانوية عامة مش نهاية الطريق، ربنا يوفقك ويوفقني. وأهالي الثانوية العامة احتووا أبنائكم وساعدوهم، لأن هم مضغوطين خلقة، ربنا يوفقكم يا رب. السلام عليكم.